ان هو مرشح ينجح ولا ينجح، لكن هذا الانسان من الشباب اللي احنا بنعتز بيه، اللي بيعتز بيهم الرئيس ويقول لك الشباب يعني، وده من الشباب الكويس اللي له يعني ايه ان شاء الله المستقبل باهر، وهو له بصمات قبل كده في نادي الزمالك. والله لغاية النهارده انا بقول يوم جميل ويوم سعيد، وامنيتي ان تتم انتخابات في نادي الزمالك بروح حلوه وروح جميله ومنافسه شريفه، لان النهارده العين على نادي الزمالك سواء داخل مصر او خارج مصر، وكل الانديه والناس مترقبه ماذا يحدث في الزمالك، لكن ان شاء الله هيكون عكس ما يتوقعوا. حضرتك شايف اقامه الانتخابات على يومين ده كويس ولا لا؟ والله هي شوفي لها سلبيه ولها ايجابيه، لكن اذا كان السلبيه هنقضي عليها على حسب ما اتفقنا، ان يبقى في كنترول وفي ضبط وربط على الصناديق اللي هتبات، ويبقى العمليه كويسه، لان يومين وبالذات الجمعه يوم اجازه، واغلب الناس طبعا عندها شغل وتيجي الجمعه، فالعمليه كويسه مش وحشه يومين. حضرتك شايف فرصه قائمه كابتن احمد سليماني هدف في الانتخابات فرصتها في النجاح من نادي الزمالك السادات؟ والله انا كفرد من القايمه ان انا ارى فرصتها 75%.